أهلا بكم مشاهدينا. مطعم في وسط روما تحدى قواعد الحكومة وفتح أبوابه للجمهور لتناول طعام الغداء، إلا أن الشرطة أوقفت الأمر قبل أن يتمكن أي شخص من الجلوس. وكانت الحكومة قررت الأسبوع الماضي أن الحانات والمطاعم لا يمكنها تقديم الوجبات، مما أغضب العديد من الشركات التي كانت تأمل في إعادة فتح أبوابها بالكامل مع زيادة سرعة حملة التطعيم واستقرار أعداد الحالات نسبياً. تمكن عمال إنقاذ في تايلاند من إطلاق سراح راهب بوذي حوصر داخل كهف غمرته المياه أثناء تواجده بالداخل، فعاصفة مطرية غير موسمية غمرت أجزاء من الكهف وتطلبت 17 غواصاً للبحث عن الراهب وتحريره. والجدير بالذكر أن تايلاند سبق وأن تصدرت عناوين الصحف العالمية في عام 2018 بإنقاذ 12 فتى تايلانديين ومدربهم لكرة القدم من كهف غمرته الفيضانات. قبل أسبوع كان الناس يأخذون حمامات الشمس في درجات حرارة تصل إلى 24 درجة مئوية في بلجيكا، وانعكس الحال فوراً هذا الأسبوع، واضطر السكان في بروكسل إلى إخراج ملابسهم الشتوية مرة أخرى، وذلك بعد تساقط الثلوج والبرد في أجزاء كبيرة من البلاد. ووفقاً للأرصاد، فالتغيير المفاجئ في الطقس نتج عن هبوب رياح باردة قادمة من القطب الشمالي. دخلت كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية نادي أصحاب المليارات بحسب مجلة فوربس الأمريكية، إذ ارتفعت ثروتها إلى أكثر من مليار دولار. وأفادت المجلة أن ذلك يعود جزئياً إلى شركتها وعقودها في مجال التلفزيون. وكانت ثروة كارداشيان قدرت في أكتوبر 2020 بنحو 780 مليون دولار، ويبلغ عدد متابعيها عبر إنستغرام أكثر من 200 مليون. أعلنت حديقة حيوانات هولندية أنها احتضنت ولادة صغير وحيد القرن، وقال المتحدث باسم الحديقة أن ولادة وحيد القرن تمت بسلاسة، يقدر وزنه بنحو 50 كيلوغراماً، وأطلق عليه اسم دوي، وهو اسم هولندي شائع، وهو من أكثر أنواع وحيد القرن الباقية شيوعاً، ولكنها لا تزال مهددة بالانقراض. فاصل ونعود لمتابعة باقي فقرات صباح العربية.